حدثني عن القصة الأهم في حياتك، وأنا هنا أتحدث عن قصة الحنة فاطنة والكتاب المسروق الذي غير حياة واسين إلى عرجي للأبد. يا سلام يا سلام. هاي تعرف أستاذ عبد الله، أنا في فترة من الفترات أنا من جيل تعلم اللغة الفرنسية، يعني ما كان عنده خيار، لأن اللغة العربية كانت ممنوعة بقانون فرنسي تعليمها أيام الاستعمار. أي المستعمر طبعا الخمسينيات، يعني اللي كان مسموح به هو أنه التعلم في الكتاتيب، هاي كتاتيب صغيرة يعني بيوتات، حتى مش كتاتيب بالمعنى الدقيق يعني. فأنا الجدة كانت مصرة وحملتني هذه المسؤولية الذهنية الخاصة بالنسبة لها، قالت لي أنت يجب أن تتعلم اللغة العربية لأن على ظهرك واجب كتابة تاريخ أجدادك. تخيل طفل عمره 5 سنوات أو 6 سنوات ويحمل بهذه المسؤولية. طبعا أنا ما كنت أخذ المسألة بجدية، أنا تعلمت اللغة العربية كرمال الجدة، يعني ما عندي هاي الوعي السياسي أو الثقافي، وكرمال الوالد لأن أوصى الوالدة أن نتعلم لغة، أي لغة. لما كان في السجن احنا كان في موقف من اللغة الفرنسية، خصوصا في القرى على أساس أنها لغة المستعمر وكذا، كثير ناس راحوا نحو الأمية. أنا والدي لأنه كان عاملا بفرنسا وعنده درجة عليا من الوعي وكان نقابيا، يوم ما ألقي عليه القبض وقبل أن يتوفى تحت التعذيب أوصى الوالدة قالها أنا أوصيك بشيء واحد، أن ممكن أن تتزوجي، أن تفعلي بحياتك ما تشائين، ولكن علمي الأولاد. علم الأولاد. علمي الأولاد. قلت له الفرنسية ما الفرنسية؟ قال لا، علميهم عندما يكبرون. واحد يتعلم اللغة الفرنسية أفضل من أن يكون أميا، يعني عنده لغة، عنده إمكان، المخ تبعه يصير يفكر إلى آخره، وبعدين هو سينحاز إلى اللغة التي يريد يعني. فأنا الجدة كانت لكن الحين الوالدة بناء على هالوصية دخلتك المدرسة الفرنسية. طبعا طبعا طبعا. لكن الجدة هي اللي كان لها مسار آخر. لا بس الجدة آخر. كان لها صارمة أخرى يعني، بالنسبة لها هذا مو حل يعني، لحاله ما يكفي يعني. فراحت حكت مع الفقيه المعلم القرآني وأدخلتني في المدرسة القرآنية وبدأت أتعلم. اللي هو إمام المسجد يعني يعتبر ولا إيش؟ لا هو مش المسجد، هو عنده طابع إمام بس هو مش مسجد، هو عبارة عن بيت صغير يتعلم فيه الأطفال. يسمونه المدرسة القرآنية. يقول المدرسة القرآنية نعم، ويتعلمون قرآن طبعا يعني، كتابة، اللغة العربية، اللغة العربية، شو اسمه، الآيات القرآنية، الصور إلى آخره. فبدأت أتعلم وحقيقة تعلمت يعني، بعد مسار سنة ونص تقريبا أصبحت أقرأ وأكتب طبعا الأوليات يعني، أوليات القراءة. وكان هذا المعلم عندما نتعلم يضعنا في آخر القسم، في آخر البيت يعني، يقول خلاص الآن بعد أن تتوضأوا خذوا القرآن الكريم وقرأوه. كان في 10 نسخ يعني، وكنا نتسابق على هذه النسخ. كان في نسخة شوية ممزقة يعني، غلافها هيك ساقط وكذا، ولا حدا كان يروح لها. ففي يوم من الأيام، وأنا كمان ما كنت أروح لها يعني، كنت أتسابق على النسخ الجيدة يعني. في يوم من الأيام كل النسخ راحت، وجدت بس هاي النسخة الممزقة. قلت يلا ماشي الحال، القرآن قرآن يعني، خليني أخذها يعني. وأخذتها وبدأت أقرأ يعني، وفجأة أكتشف بأني لا يعني، أن اللغة القرآنية التي كانت صعبة أصبحت سهلة، وأصبحت أصبحت أفهمها جيدا، بل أصبحت تؤثر في داخليا يعني، كأنه في شيء دخل في عمقي وأصبح يحركني حتى عاطفيا تجاه اللغة يعني. فبدأت أفكر لأن الكتاب ارتبط به روحيا، وهيك ما ما ما, ما بدي أطلقه. ففي لحظة من اللحظات فكرت أني أسرقه يعني. انك تسرق الكتاب. اسرق كتاب، بس انا لو رحت طلبته من الفقيه كان اعطاني اياه، انا متاكد. تخيل واحد يسرق قران يعني. فاخذت الكتاب وانا طالع ندلي تعال، واحمر هكذا وصرت خجلان، قلت خلص هذا شافني، شاف الكتاب يا فضيحه يعني. فتلمس راسي، قال انت راسك سخن يا ابني، قل لامك تسوي لك زهورات ويلا روح. فرحت من ذلك اليوم. ما اكتشف السرقه. لا لا ابدا ابدا ابدا. من ذلك اليوم ما أطلقت الكتاب من يدي، أقرأ وأعاود أقرأ وبحب كبير، إلى أن جاءنا يوم واحد من العائلة كان بالمغرب، وفي المغرب اللغة العربية طبعا كانت جيدة وما كان في قطيعة مثل الجزائر يعني، بسبب الحماية والاستعمار يعني اختلف الأمر. فقال لي أش كتقرأ دابا الطريقة المغربية يعني، ماذا تقرأ أنت الآن يعني؟ أقرأ القرآن الكريم. فشاف الكتاب
بعدين فجر ضحكا، يعني شو تضحك انت من القرآن، يعني عيب يعني انا. قال لي لا يا ابني هذا مش قرآن، هذه ألف ليلة وليلة، يعني اللي فكر حالك انك تقرأ القرآن. وفعلا يا اخي الكتاب انا لليوم يعني عندي. انت كنت تقرأ طول هذا الوقت ألف ليلة وليلة تظنها القرآن؟ ابدا، باستثناءات الاولى اللي كنت اقرا الكتاب النسخة اللي كان اللغه القرانيه طبعا صعبه شوي، يعني هاي اصبحت سهله بالنسبه لي، اسهل يعني. ف وبقيت دائما اتساءل من وضع تلك النسخه في ذلك المكان حقيقه، وهذا موضوع روايه، يعني انك فيه ملامح للحقيقه، بس فكرت اني ممكن اطور هاي الملامح يعني، للاسف بس ما مشيت في الكتاب يعني. يعني ألف ليلة وليلة هي الانزلاق الاول لوسين العرج نحو اللغة. نعم، انزلاق، وانزلاق اساسي يعني من بين المقدس يعني بسطوته بقوته حتى بصعوبته ايضا، لان القرآن مش متاح لاي واحد يعني. لازم انسان يكون عنده ثقافة كبيرة وكذا، وبين السطوة الدنيوي. فهذا كتاب دنيوي قادني نحو الدنيا، نحو العالم الذي يشبهنا في الحياة اليومية إلى آخره. وأعتقد أنه كان سببا أساسيا في تحولي من حالة إلى حالة، يعني أصبحت أتعامل مع الحياة، مع الكتابة، مع أنك تنظر للأشياء برؤية نقدية ببساطة، يعني أنت ما دخل في المنظومة التي تتجاوزك اللي هي المنظومة المقدسة، أنت أمام منظومة متاحة يعني لغويا وشكليا وقصصيا أيضا يعني.